مرات الاب، حاطه ايديها على الهيئه ومش عايزه تدي لعمالها، حاطه ايديها على المراس ومش عايزه تدي لاصحابه. فاحنا بنقول ان المحافظه كانت تصلح لاداره الهيئه في السبعينيات 8000 عامل و816 جراج. النهارده الهيئه النقل العام اكبر من المحافظه اداريا، مش عيب في المحافظه ولكن لاصلاح منظومه النقل داخل اقليم القرى الكبرى. فاصبحت الوزاره هي المظله الاعم والاشمل لاداره مرفق قومي هام حيوي يقوم على خدمه المواطن باجر زهيد. وده مطلب التبعيه واقتنع بيه معالي الوزير واصدر في تصريحه البحث عن مظله اوسع. والاجر الكامل بنشتغل الاعياد والراحات والاجازات والاضافي وبيديهولنا على الاجر الاساسي، مع ان اللوائح والقوانين اللي عندهم واللي اتلغت واللي جت بتقول على الاجر الكامل. وبناء عليه احنا عندنا مشكلات ليست ماليه، مشاكل اللي عاملين بيئه النقل العام اداريه. اسكت